تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 2 يناير، لا مش 2 يناير، أنا آسف، 8 يناير 2019، فسامحوني. وبكرر مرة تانية، هدف الخدمة دي هو بنتكلم على حاجات تذكرنا إن ربنا قال لنا لما تحصل الحاجات دي ابتدي أنت تعيش حياة اليقظة الروحية. فالخدمة دي مش هدفها أقول لك أخبار، الخدمة دي هدفها ألفت نظرك عشان تبتدي ترفع راسك لفوق وتبتدي ترفع نظرك لأعلى وتبتدي تستعد تعيش في حياة يقظة روحية. مش بس عشان المسيح يجي، رغم توقعي وإيماني ورجائي بأنه ربنا يجي بسرعة، أمين، تعالى أيها الرب يسوع، يا ريت يكون النهاردة قبل بكرة، وبالفعل هو قرب، ولكن حتى قبل الظلمة اللي حضراتكم شايفين، وإحنا بس اللي فاضل مصابيح في هذا الظلام اللي بيزيد قوي. وايضا عشان اي حد هيسلم ودعته في اي وقت، حتى لو المسيح هيجي الشهر الجاي بس في 150 الف واحد بيسلموا ودعتهم في اليوم، فاتمنى ما يكونش فيهم اي واحد من اخواتي الاحباء، ربنا يديكم طول العمر والصحه، لكن لو حصل يكون في حياه الانشغال وليس في حياه الاستعداد الروحي، ما يكونش العالم شغله عن حياته الروحيه. ده بس اللي بقوله، لا اقصد اقول اشاعات، لا أقصد أخوف البعض، ولا أقصد أحدد مواعيد، أنا كل هدفي نستعد. ربنا قال لنا علامات كتيرة قصدها، قال لنا أمة على أمة هتقوم ونسمع حروب وأخبار حروب، قال لنا هنسمع عن زلازل في أماكن، مجاعات، أوبئة، مخاوف، هتكون في علامات في الشمس والقمر والنجوم، الأرض هتكون في حالة كرب، الأمواج تضج، الناس تبقى خايفة من بكرة. كل ده يحصل قبل مجيء ابن الإنسان. هتحصل عجائب كتيرة على الأرض، نسمع حاجات عمرها ما حصلت أو عمرنا ما شفناها، زي ما كان بيقول لنا أخونا الحبيب أستاذ كرم من شوية، دم، حروب، أوبئة، نار، حرائق، دخان، براكين، كل ده يحصل قبل مجيء يوم الرب العظيم الشهير. ليه ربنا قال لنا العلامات دي؟ واحد، عشان ما نخافش في زمن ناس كتيرة بقت خايفة من بكرة بسبب اللي بيحصل. الاتنين، عشان نؤمن بقوة، فربنا بيساعدك عشان يكون إيمانك قوي في زمن بيحاولوا يشككوك في كل كلمة. اجتمع العالم بالفعل على الرب وعلى مسيحه، بيستخدم سلاح الإعلام وسلاح العلم والميديا، وبيحاول بأي شكل يخدعك ويبعدك عن ربنا، لأن العالم قد وضع في الشرير. والحاجة الثالثة والمهمة علشان ننتبه ونستعد في زمن كمان في نفس الوقت بيحاول يشغلك جدا، أبائنا وأجدادنا ما كانش عندهم التلفزيون والمسلسل اللي كان شغلهم، ولا الفيسبوك اللي الناس قاعدة قدامه ليل نهار، فلان عمل إيه والصورة الفلانية حصل لها إيه وكام لايك وكام بتاع، ما كانش عندهم المشاغل دي. لكن إحنا للأسف العالم عارف إزاي يتفنن ويشغلك. يا ترى قصاد ما بتقعد قدام الفيسبوك بتصلي بنفس المقدار؟ زي ما بتقرأ في الفيسبوك يا ترى بتقرأ في الكتاب المقدس بنفس المقدار؟ عشان كده ربنا قال لك هديك علامات عشان لما تبتدي تفوق من العالم اللي هيكون في ساعتها شغلك جدا، ترفع راسك لفوق لأن نجاتك تقترب. علامات في السماء، وفعلا بنشوف عجائب في السماء. حساس فضائي الصيني يعتبروه يصنع تاريخ بهبوطه بسهولة على الجانب البعيد من القمر، الوجه الآخر من القمر اللي احنا بنشوفوش. القمر الدموي اللي هيحصل في سنة 2019 هيكون في نفس اليوم زي اللي حصل في سنة 2018، بيعتبروها طبعا حاجة عجيبة، والبعض بيقول كوينسيدنس، لكن في ناس كتير لا يؤمنوا بالصدف. يوم 3 يناير لا يزال يتزايد تساقط الأحجار الفضائية أو نجوم السماء زي التعبير اللي في الترجمة، ف 28 كرة نارية في يوم واحد. يوم 4 يناير 87 كرة نارية في يوم واحد، الحدث اللي كان يعتبر بيحصل لكن ما كانش بهذه الكثرة تزايد جدا. يوم 5 يناير 30 كرة نارية في يوم، ويوم 6 يناير 17 كرة نارية في يوم واحد. الزلازل اللي أيضا زادت جدا. يوم الثلاث اللي فات
39 زلزال في يوم واحد، يوم السبت 44 زلزال، رقم 6 اللي كان نادر دلوقتي خلاص بقينا نسمعه مرة وأكتر في الأسبوع. قارنوا الأرقام ريلي بعشر سنين بس فاتت، بنفس الساتلايت ووسائل الإعلام ويو اس جي اس والأرصاد، بل قارنوها بثلاث أربع سنين على موقع ضعف اللي كنت لما ابتديت خدمة تعليق على الأحداث. قارنوها بنفس المقياس وشوفوا النسب اختلفت ازاي والقوة زادت ازاي والعدد زاد ازاي. منهم واحد 6.8 في البرازيل، وآخر 6.1 في ألاسكا، وواحد 5.8 في اليابان. أيضا يوم الحد اللي فات 56 زلزال، منهم واحد آخر، ده في نفس الأسبوع مش في نفس العقد من السنين، منهم 6.6 في إندونيسيا وكتير 5 فما فوق. الأسبوع ده لوحده، ده لا هو سنة ولا 10 سنين، حصل فيه 98 زلزال يصنف قوي في هذا الأسبوع لوحده، منهم 3 زلازل أقوى من 6 اللي كان يعتبر نادر هذا المقياس أو هذا الرقم. بيحصل آه، لكن ما كانش يحصل 3 في أسبوع. زلزال البرازيل اللي هو 6.8 بالفعل سبب خسائر كثيرة. زلزال 6.1 اللي ضرب قرب ألاسكا سبب مخاوف. زلزال إندونيسيا اللي بقوة 6.6 أيضا سبب خسائر كثيرة جدا، وقدام حضراتكم على الشاشة. شرق تينيسي اهتزت بسبع زلازل في 4 أسابيع، وبالنسبة لهم ده حاجة غريبة مش متعودين عليها. بعد مرور شهر لا يزال حتى الآن المنطقة في ألاسكا اللي اتضربت بزلزال 7 ريختر بيحصل فيها توابع حتى الآن بعد مرور شهر كامل. تحذير من تزايد الزلازل، بس طبعا بيعزوا لعدم استقرار الصدوع العملاقة، فده من ساندي إكسبريس يقول هذا الأمر، خلاص بقت ظاهرة عامة أن الزلازل زادت وحتزيد. ده مش كلام الكتاب المقدس، ده كلام وسائل الإعلام والأبحاث. البراكين أيضا تزايدت جدا، فتزايد الأنشطة في بركان سترامبولي في إيطاليا، ده من فولكينو ديسكفري. دراسات وتوقعات أكثر بأنه لو انفجر بركان يولستون اللي هو بتاع أمريكا العملاق، ده حيسبب شتاء بركاني ويسبب مجاعة ضخمة، ده من إكسبريس نيوز، فيقولوا ده لو حصل بالفعل حيسبب ماس ستارفيشن. ملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات، ده من فولكينو ديسكفري، كل دي براكين نشطة في يوم واحد، بدل ما كنا نسمع عن 3-4 في السنة، لا ده كلهم كل يوم دلوقتي. طبعا يولستون اللي بعض الإخوة المسلمين افتكروا ان يولستون ده هي العين الحمقة اللي كانت بتغرب فيها الشمس، زي ما لنا الكتاب المقدس في سفر هوشع 4 وصفانيا 1، وانه ده في نهاية الأيام والكائنات تموت وسمك البحر ينزع وطيور السماء تقع ميتة، كل ده هيحصل قبل عقاب الإنسان. بصوا بيحصل قد ايه، ممكن كان سنة كاملة تعدي ما فيهاش حادثة واحدة موت كائنات جماعي، بنفس الساتلايت وسائل الإعلام أدوبك من 10 سنين فات. بص بقينا نسمع عن كم حالة في الأسبوع. يوم 20 ديسمبر موت أطنان من الأسماك ويوازي 10,000 سمكة في نهر في أستراليا. في نفس اليوم موت كم كبير من الطيور سقطت ميتة من السماء. الخبر ده لما اتزاع من عدة سنين كان بيعتبر حاجة عجيبة ان الطيور تقع من السماء ميتة، ده حاجة ما تحصلش غير كل قرن. دلوقتي وصلنا ان احنا تقريبا بقينا لو انا مش ببالغ شبه بنسمع عنها كل اسبوع او كل اسبوعين او على الاقل كل شهر، بقينا نسمع عن طيور تقع ميتة من السماء. ليه اليوتيوب مش شغال؟ اعتقد شغال لو انا مش مخطئ. طيب بس اعمله ريفريش عزيزي. في نفس اليوم ايضا موت كم كبير من الطيور سقطت ميتها من السماء في منطقة البحيرات في استراليا، ده من ABC نيوز، كل دي طيور وقعت ميتها. يوم 21 ديسمبر موت 57 من الابقار بسبب عدوى تسبب التهاب رئوي في منطقة في الهند. يوم 23 ديسمبر موت 90 طن
رقم طن ده، حتى لما بدأت الأحداث دي تزيد ده رقم طن ده كان نادر، دلوقتي بقينا نسمعه شبه معتاد، كل أسبوع نسمع أطنان من الأسماك بتموت. 90 طن أسماك في الخليج، في خليج في البرازيل ماتت مرة واحدة، كل ده سمك ميت فعلا، literally سمك البحر بينزع. يوم 27 ديسمبر موت الآلاف من الأسماك في خليج في الأرجنتين. في نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك بما يوازي أطنان في شاطئ في أسبانيا. أيضا في نفس اليوم موت مئات من الأسماك في شاطئ في كاليفورنيا في أمريكا. يوم 30 ديسمبر موت مئات من الأسماك في بحيرة في أستراليا. في نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك في بحيرة في الهند، كل ده سمك ميت. كل ده في أكتر من أسبوع بحاجة بسيطة، متخيلين؟ ده مش في 10 سنين، ده في أسبوع أو 10 أيام. الأوبئة أيضا اللي زادت، زي ما قال لنا بمنتهى الدقة الكتاب المقدس إن ده هيحصل في نفس الوقت اللي بتموت فيه الكائنات قبل عقاب الإنسان، اللي في نفس الوقت بتزيد فيه الزلازل والبراكين وتساقط نجوم السماء. وبالفعل هو ده اللي بيحصل. طب ليه ربنا قال لنا الحاجات دي في الكتاب؟ علشان ما تنفعش تحصل بالصدفة. هيقعدوا يشككوا لك في الكتاب ويقولوا لك لا ده تألف، لا ده اقتبسه من الوثنية، لا ده اتحرف، لا ده بيناقض نفسه، الكلام ده كله، لا النبوات بالصدفة. طب هي قدامك ما تنفعش تكون بالصدفة، حتى لو طبقت عليها نظرية الاحتمال، الاحتمالات ما تصلحش انها تكون بالصدفة، برضه لسه هتفضل ترفض وتقاوم. عارفين ليه؟ عشان أنت بلا عذر أيها الإنسان اللي ترفض الكتاب المقدس، أهو قدام عينك. ده مش هتقول أصله كان بيعمل معجزة زمان ما شفتهاش، أصل النبوة انطبقت زمان ما شفتهاش. طب أهي قدام عينك بتنطبق وبتشوفها، هترفض برضه؟ anyway، نوع عدوى من الأراد يسبب فقد ذاكرة وضعف عام في نيبال، وأصيب به مدرس من فوكس نيوز، فيعتبر بيعتبروه مرض شديد أو جديد. منظمة الصحة الأمريكية بتحذر من عدوى تنفسية مميتة لو عملت كما لو كان الدور برد، ده من ABC News. اكتشاف أن بعض أنواع العدوى ممكن تجعل الطفل يظهر أعراض مشاكل عقلية. يهمني الخبر ده لأنهم كانوا يرفضوا تماماً أنه الفيرال انفكشن ممكن يسبب مشاكل منتال إيشوز، جلوبال ديلي، أوتيزم، غيره. طب دلوقتي بيقولوا الإنفكشن ممكن يسبب هذه المشاكل. طب مش بعض التطعيمات الجديدة الأتنويتد فيروس ده برضو يصنف فيرال إنفكشن، بس أنت اللي بتعمله بنفسك ولا أنا غلطان؟ ما علينا، لأنه دايما بيقولوا التطعيمات الجديدة اللي بيدرسوها في أيام بس سيف 100%. أنا مش ضد التطعيمات، أنا ضد الأساليب الجديدة اللي بتتعمل. حالات الإصابة بالإيبولا في الكونغو يستمر في الانتشار وتعدى 600 حالة. التوقع بأن شخص مصاب بالإيبولا يعزل في مستشفى سويدي، ده من فوكس نيوز بس أعتقد خلاص قالوا لا. انتشار الأنثراكس أو الجمرة الخبيثة في زيمبابوي موت كائنات كتيرة. المسؤولين في الصحة يحذروا من تزايد حالات الإصابة بالمرض الجديد اللي هو مرض شبيه شلل الأطفال في تكساس كمان. وغريبة دايما لما بيجيبوا سيرة المرض ده دايما بيجيبوا معاه صورة للتطعيم. ما علينا، العلماء حائرين لا يعرفوا إن كان هذا أمر طبيعي أم خارق للطبيعة، فقد تحولت عدة أنهار في أماكن مختلفة معا إلى اللون الدموي مع بعض. فالعلماء بيقولوا إيه ده؟ ده is it nature or super nature؟ فعدة أنهار في ملاوي في أفريقيا وإندونيسيا في آسيا وأيضا نهر في ديدزا كلهم تحول لونهم إلى اللون الدموي بالصورة اللي قدام حضراتكم.
فجأة يلاقوا النهر بقي لونه دم. وتكررت هذه الحوادث، بس هذه الحادثة الفريدة من نوعها، ده مش كل كام مرة، كل كام شهر ولا كل كام سنة نسمع عن نهر، دول كل الأنهار في مرة واحدة، كل الأنهار في المناطق دي مرة واحدة. أخبار حروب، خبراء يحذروا أنه بسبب اشتعال الموقف، خطأ واحد لو حصل في الحسابات قد يدخل الغرب وروسيا في كارثة وتدخل في حرب نووية مدمرة للعالم. ده من إكسبريس نيوز. روسيا تحرك سفن حربية بها صواريخ هجومية في غرب الأطلنطي على مقربة من أمريكا. الصين على فكرة فردة طلوعها قوي الأيام دي، وبتعمل عمليات استفزازية كثيرة. الصين تختبر ما تسميه أم كل القنابل كتحدي لأمريكا. أدميرال صيني بيقول المشاكل والخلافات اللي حاصلة في جنوب بحر الصين ما بين الصين وما بين أمريكا اللي مصرة إن هي تستمر كمياه دولية، والصين عايز تعتبرها ملكها وبتبني فيها جزر صناعية بتحط فيها قواعد. فأدميرال الصيني قال حلها بسيط، نغرق الحاملات الطائرتين الأمريكيتين، لو غرقنا الحاملتين دول خلاص نبقى حلينا المشاكل. بل يذكر وصفة مرعبة إزاي تسيطر الصين على جنوب بحر الصين. متخيلين أدميرال يطلع يقول الكلام ده؟ أيضا إكسي رئيس الصين يحذر تايوان آسف أنه تفكير الاستقلال من الصين هو طريق مغلق. ده من السي إن إن. أعتذر. أيضا الصين تعلن أنها لن تتخلى عن سيطرتها العسكرية على تايوان. يعني الصين مستعدة تدخل لحرب عشان تايوان ما تتحررش من القبضة الصينية العسكرية. يوم الأحد الصين تأمر الجيش أن يعلن حالة الطوارئ ويستعد بسرعة للحرب كتحذير لأمريكا وتايوان لو فكروا أن أمريكا تساعد تايوان عشان تستقل. ده من إكسبريس نيوز. الراجل ده فعلا خلاص عامل نفسه بقى دكتاتور. تم رصد سفن صينية تحمل ما يسموه الجيل القادم من المدافع الصوتية المرعبة، اللي هي ليها قدرة على اختراق عدة حوائط دفاعية. ده من جريدة The Sun. خلاص اللي كانت تحت التجارب دلوقتي بقت السفن الحربية الصينية خلاص متركبة فيها. يعني الأسلحة اللي كنا بنسمع عنها كما لو كان شيء من الخيال العلمي دلوقتي أصبحت واقع موجودة في الأسلحة. أيضا فزع في البنتاغون بعد كشف الصين عن طائرة سرية شبحية بدون قائد، تشبه طيارة الشبح الأمريكي، بس المرة دي درون بدون قائد بدون طيار. ده من إكسبريس نيوز. السفن البحرية الأمريكية تواجه الصين في محاولة سيطرة الصين على جنوب بحر الصين، ففي كونفرونتيشن بيحصل ما بينهم، والموقف كل ماله بيزداد اشتعال ما بين الاثنين. أيضا أمريكا قلقة من الصحوة الصينية في تسليح الفضاء. أصبح دلوقتي سباق تسلح فضائي ما بين الثلاث دول دول، أمريكا وروسيا والصين. الجيش الأمريكي يصدر تويتر غريب أو تويت غريب على تويتر في ليلة رأس السنة ثم يلغيه بسرعة، عن إن هم مستعدين إلى إلقاء قنبلة أكبر بكثير بعد كده يلغوه. ده من فوكس نيوز. فغالبا قد يكون تعقيبا على التجربة اللي قامت بيها الصين، فأمريكا بتقول يعني نقدر نلقي قنبلة much bigger، لكن بعد كده التويتر ده على طول اتشال. أمريكا ستقوم بتدريب عسكري مع اليابان، لكن الصين تقعد تراقب عن كثب اللي بيحصل في التدريب ده. ايه كيم جون أون اللي هو رئيس كوريا الشمالية يسعى لمراقبة ترامب، ولكنه يحذر أنه ممكن يفقد صبره بسرعة، يعني صبره قليل مش هيستحمل.
ده من إيشيا تايم. أيضا كيم جون أون يذهب للصين ليري ترامب أن لديه حلول بديلة عن ترامب، ده من واشنطن بوست، ده قبل لقائه مع ترامب المرتقب قريبا. آسف. إيران تقرر أن ترسل سفن حربية مع روسيا في غرب الأطلنطي قرب سواحل أمريكا، ده من رويترز. فأعتقد حضراتكم شايفين الكفة الشرقية بتحاول تعمل إيه كاستفزاز. إحنا خلاص أصبحنا في حرب باردة، بل البعض بيقيمها أن هي أكبر بكتير من الحرب الباردة اللي كانت في السبعينات، بل على الأقل الحرب الباردة في السبعينات كانت ما بين أمريكا وروسيا بس أو الاتحاد السوفيتي، دلوقتي هي ما بين أمريكا وقصادها الناحية الثانية روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية وكل دول مع بعض. أيضا إيران تخطط لتدريب بحري مع روسيا في بحر كاسبيان اللي هو الشرق من البحر الأسود. أمريكا تحذر إيران من عقوبات أكتر لو حاولت إيران إطلاق مركبات فضاء مسلحة. إيران عايزة تطلق مركبات فضائية مسلحة. روسيا تحاول أن تتوسط بين الأسد والأكراد السوريين. كم كبير من المدرعات التركية على حدود سوريا، ليه؟ لأن أردوغان بيوعد أنه هيتحرك بسرعة ضد الأكراد أو ما تنسحب أمريكا. ديلي ميل، يعني أردوغان مستني أول ما أمريكا تطلع من سوريا زي ما قال ترامب هيدخل ويضرب الأكراد اللي موجودين في سوريا. تعليقا على انسحاب أمريكا من سوريا، ظريف اللي هو وزير الخارجية الإيراني يقترح أن أمريكا وإسرائيل بدل ما أمريكا بس تنسحب من سوريا، ده يجب على أمريكا وإسرائيل أن ينسحبوا من الكرة الأرضية بالكامل. ده من أروس شفا. أمريكا تعلن أن انسحابها من سوريا سيكون مشروط بالقضاء على داعش وضمان سلامة الأكراد من تركيا، ده من تايم اوف إسرائيل، وأعتقد أن دي مقدمة على أن أمريكا هتتراجع في قرار سحب قواتها من سوريا. روحاني يقول الجهاد الفلسطيني لابد أن يستمر. إيران تعترض على خطة البرازيل لنقل سفارتها لأورشليم. خمائين يقول فلسطين ستثبت هتثبت مكانها أو حكومتها في تل أبيب، فكما لو كان فلسطين هي اللي هتبقى ليها عاصمة في تل أبيب. إسرائيل تضرب موقع في غزة بعد إطلاق الغزوية بالونات تحمل متفجرات على إسرائيل، تايم أوف إسرائيل. الغزاويين انتوا عارفين يشغلوا بالونات مليانة هيليوم يحملوها مواد متفجرة ويطلقوها عشان الريح تاخدها وترميها في إسرائيل فتنفجر هناك. تعاون عسكري بين مصر وإسرائيل بطريقة لم تحدث من قبل، والخبر ده نشرته جيروزاليم بوست وغير من وكالات الأخبار، وأن الكلام ده أتى على الرئيس المصري السيسي. حماس تعترض على علاقات الدول العربية بإسرائيل بما فيهم الكلام اللي بيتقال على علاقة مصر بإسرائيل. سيارة تدهس المارة وتصيب 4 في عملية إرهابية في ألمانيا في أول أيام السنة. هذا اللي أخذوه الألمان من تدخيل المهاجرين المسلمين بدون سكانينج، ولا أقول كلهم لكن للأسف بعضهم إرهابيين. حادث آخر إرهابي في طوكيو، فسيارة تدهس مواطنين وتجرح 9 أشخاص. أخبار عامة من اللي بيحصل حوالينا بقت أشياء غريبة. الصين تريد السيطرة على شبكة 5G الجديدة، يمكن بتسمعوا عنها، اللي بيعمول عشان السيلفون أو التاورز وهكذا.
ليه الصين عايزة تسيطر على الشبكة دي الجديدة؟ علشان تقدر تراقب وتسيطر على العالم، والشبكة دي طبعا أقوى بكتير من 3G و4G اللي كانوا سابقين، فهتقدر لو الصين سيطرت عليهم تقدر تراقب وتسيطر على العالم براحتها، لأن هيبقى ليها أكسس على كل سيلفون وعلى كل كمبيوتر ممكن يستخدم راوترز من النوعيات دي للأسف. فيتنام تصدر قانون يمنع أي نقد للحكومة على الإنترنت، ده من الجارديان. وصلنا لزمن إن حكومة المفروض حكومات بتاعة الانتخابات وحرية الرأي والتعبير تقول ممنوع أي انتقاد للحكومة. أمال فين حرية التعبير؟ تقول ممنوع الإهانة مش ممنوع الانتقاد. هاكر يهدد إن هو هيذيع الحقيقة عن 11 سبتمبر 11 اللي هي بتاعت 2001 لو ما اتدفعش ليه بالعملة الإلكترونية البيتكوين، وادي الخبر من ارتي قدام حضراتكم. ذكاء صناعي، وده كانت مفاجأة للعلماء، فاكرين كنتوا بتسمعوا عنه في الخيال العلمي والإنسان الآلي اللي يضحك على الإنسان ويسيطر عليه ويحاربه والكلام ده؟ فعلا حصل حاجة مشابهة ليه بس على صغير. ذكاء صناعي Artificial Intelligence يخدع ويضلل ويخفي معلومات على المصممين واللي بيتحكموا فيه. فالذكاء الصناعي ده قرر من نفسه ان معلومات معينة يخفيها وما يظهرهاش للديزاينرز بتوعه. متخيلي؟ طلع أذكى منهم. وهم تعجبوا ان في بعض المعلومات رفض يعلنها لهم. بعض من دارسي التوراة اليهودية، يا رب يطلع كلامهم غلط، يتنبؤون بعودة بعض الضربات العشرة المصرية في سنة 2019، بس هم يقصدوش على مصر، ولكن بالفعل واحدة منهم غريبة الأنهار والتانية الجراد. سمعنا عنهم، انا مش بقول كلامهم صح، والأنهار اللي تحولت دم والجراد، طبعا مش بنفس المقياس الكتابي ولكن مشابهة. البحر الميت ونهر الأردن بيجفوا بسرعة بطريقة توصف إن هي كارثية. تتكرر كثيرا حوادث إن بيت بالكامل يتحرق إلا الكتاب المقدس، وحصلت كتير الحوادث دي دلوقتي. فشخص آخر اتحرق البيت بتاعه بالكامل، والحاجة الوحيدة اللي يلاقوها بتعوط الإطفاء إنه الحاجة الوحيدة السليمة اللي فاضلة الكتاب المقدس لا تمس النيران. ده طبعا مش في كل حالة، لكن تكررت الحالة دي. أخبار اقتصادية. أبل تخسر 452 بليون، بي مش مليون، ام بليون مش مليون، اللي هو المليار، 452 مليار دولار أسهم. وهذه الخسارة أكبر من خسائر فيسبوك ومورغان ومايكروسوفت وأمازون. ده من سي إن بي سي. طبعا حضراتكم عارفين ليه الخسائر دي، لأن أصلا الأسهم دي كلها دي فولاتايل، دي مش أصول، مش أسيتس، دي عبارة عن مضاربة. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا. مجلة ايكونومست، ده مش مجلة مدارس احد ولا حتى من مجلات المسيحية الغربية، ده مجلة ايكونومست، تقول اقباط مصر 7 يناير يحتفلوا بكريسماس حزين، فهم من اكثر الاقليات المضطهدة في العالم واطولهم اضطهاد في التاريخ، والسيسي لم يفعل لهم إلا القليل. كلام وبس، شوية حاجات في القاهرة، ولكن بصوا على اللي بيحصل في بقية مصر بالكامل، المنيا والصعيد وغيرها، والسيسي بقوا بس. تنور عينيا، بس واضح إنه هو مغمض عينيه قوي. ما علينا. أقباط مصر يحتفلون بالكريسماس بمشاعر مختلطة ما بين الفرح بعيد الميلاد والخوف من الإرهاب الإسلامي.
اللي مفيش حالة بنات واحدة اتخطفت ورجعت حتى الآن للأسف. المسلمين في أوغندا وصلوا من الأباحة إن هم يقولوا إن الإيمان المسيحي بيسوع المسيح هو ابن الله، ده معتبرينه سخرية من الإسلام. فلما تطلع أنت كمسيحي في أوغندا تقول أنا أؤمن بالرب يسوع المسيح ابن الله الحي، إيه ده؟ كده أنت بتسخر من الإسلام، إيه ده؟ أنت كده you offended us، ويتقبض عليك تحت مبدأ، طبعا أنتوا عارفين السخرية من الأديان والكلام ده. وصلنا للدرجات دي بقت رسمية. للأسف التوقعات بأن اضطهاد المسيحيين حول العالم هيزيد في سنة 2019، والمؤشرات واضحة بالفعل. بالضبط أستاذ نشأت، المسيح اللي هيطلع يقول أنا بأعبد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي كما لو كان بيزدر الدين الإسلام، ويتحكم عليه بتهمة ازدراء الأديان. وبالفعل سنة 2019 محتاجين صلاة قوية، لأن الاضطهاد شايفين حضراتكم بيزيد إزاي، ده من كريستيان توداي. والاضطهاد ليه أشكال مختلفة، ما بين حرق وقفل وهدم كنائس، ما بين قتل مسيحيين، ما بين قطع لسان مسيحيين في الغرب، فما بين الصين اللي بتضطهد المسيحيين بشكل بشع، ما بين اللي بيقتلوا المسيحيين في كل مكان، ما بين كوريا الشمالية والدول العربية وأفريقيا، ما بين اللي بيعتدوا على بناتنا وبيأسلموهم بالعافية، ما بين الاضطهاد الفكري الإلحادي في دول كتيرة، ما بين اضطهاد الشواذ للمسيحيين اللي بيجبرهم بقوانين على حاجات تخالف إيمانهم تماما. الفعل بالفعل العالم اجتمع على الرب وعلى مسيح. الصين تأمر بإزالة الوصية الأولى من الوصايا العشر، ليه؟ من الكنائس، عشان مهينة. وصلنا في يوم يقولوا لنا انه الوصيه الاولى من الوصايا العشر دي تعتبر اهانه. واو. منظمه كشافه الاولاد اللي هو البويز سكاوت الامريكيه على حافه الافلاس. ليه؟ لان طبعا هم من قعدوا يأيدوا الشواذ، فاستمرار هروب الاطفال المسيحيين منها لمساندتها للشواذ ومخالفات جنسيه كثيرة. في نيو هامشير أنا آسف، تسمح للملحدين بوضع علمهم فوق لوحة الوصايا العشر. إيه رأيكم؟ في ميريلاند في أمريكا مجموعة إلحادية، وهم طبعا لازم ياخدوا اسم براق، عارفين زيه النور ولا الكلام ده كله دايما اللي لازم ياخدوه أعداء الإيمان، برضو الملحدين نفس الأمر. مجموعة الإنسانيين الأمريكان هيومانيست، ويطالبوا بإزالة الصليب رمز السلام. ليه؟ لأنه على حد تعبيرهم بيصنع حائط وهمي يفصل ما بين الناس وبعضها. أصبح الصليب بالنسبة لنا هو بالنسبة لهم fake wall of separation. الانحدار الأخلاقي اللي زاد جدا، وأنا آسف على هذه الأخبار. وصلنا لزمن ممثل شهير يشكر الشيطان، شكر أسرته والتيم اللي معاه والشيطان اللي ساعده في أداء دوره في الفيلم، وحصل بناء عليه على جائزة لهذا الدور. فطلع على الستيج أثناء استلام الهدية بيشكر الشيطان. طبعا لو كان شكر ربنا كانت تبقى كارثة، لكن شكر الشيطان كله أخدها ضحك. ميلاد بقرة بعين واحدة، فبدأ البعض يعبدها في الهند. ديلي ميل. فتعبير اللي بيسموه هولي كاو اكشولي ده حاصل في الهند. توأم، أنا آسف على الخبر ده سامحوني، فتاتين في أستراليا يعلنوا انهم الاثنين عايزين يحملوا من البوي فريند الواحد بتاعهم، هما الاثنين ليهم نفس البوي فريند وعايزين هما الاثنين يحملوا منه. I'm sorry. سيناتور لسه منتخبة حديثا في امريكا في الانتخابات اللي فاتت النصفية
ترفض إن هي تحلف على الكتاب المقدس القسم وتستبدله بالدستور لأنها أول سيناتور ملحدة شاذة وتصرح بأنها شاذة. الآن ويسكونسن بتغطي مصاريف عمليات المتحولين جنسياً من الشواذ للموظفين. وصلنا في زمن إن الدولة بتدفع ثمن الشخص اللي عايز يتحول جنسياً، تدفع ثمن عمليات بتاعته. كاتب مؤيد للشواذ يغضب جداً من إعلان الشركة المسيحية تشيكن فيلي السلسلة المسيحية في استاد رياضي، ويعتبر ان هم من يحطوا اعلان بس للشركة ده اهانة للشواذ. ازاي وازاي تحطوا اعلان لسلسلة محلات مطاعم بتعلن ان هي مسيحية وتتبع الكتاب المقدس؟ ده اهانة يا حرام، اصل الشواذ قلبهم رهيف ما بيستحملوش. للأسف في نيويورك الان الاباء يستطيعوا انه يطلعوا شهادة ميلاد لابنهم اللي لسه مولود، الجنس بتاعه يتكتب فيها X رغم ان هو بيكون مولود ولد وواضح ان هو ولد، ولكن يكتبوه في شهادة الميلاد X عشان من الاول يتغسل مخه وعشان يخلوه لما يكبر يبقى شاذ. ايه رأيكم؟ ادي عمدة نيويورك مجدهم في خزيهم. في استراليا في برنامج جديد لتعليم الاطفال مدارس الحكومية يعلمهم كيف يتساءلوا عن جنسهم، يعني بيعلموهم الشذوذ. انت ولد بس how about to think again، ما تفكر مرة تانية، يمكن ما تطلعش ولد، يمكن تطلع بنت محبوسة في جسم ولد فتقرر تغير جنسك. ده للأطفال. وازاي عايزين يخلوا الأطفال يرتدوا ملابس مخالفة لجنسهم؟ انت ولد طب ما تجرب تلبس فستان وتشوف مستريح فيه ولا لا، يمكن تفكر. ايه رأيكم في اللي بيعمله الشيطان في هؤلاء الأصاغر؟ وأيضا يرتدوا في بعض الأيام ملابس إسلامية. ده البرنامج الجديد لتعليم الأطفال، ده من ديلي ميل الخبر ده. آدي اللي بيعمله الشيطان في الطلبة، والكلام ده اتنشر في ديلي ميل وسي بي نيوز قدام حضراتكم. الشيطان على فكرة هدفه أولادكم لو أنتم مش واخدين بالكم. بيحارب كل واحد فيكم من ولاد ربنا، لكن هو هدفه الأكتر ولادكم أكتر بكتير. ولادكم هم اللي متعرضين للحرب البشعة بتاعته، الشذوذ والاضطهاد والإلحاد والأفكار الغريبة والهرطقات الجديدة واللي بيحصل في الميديا وغيره. ولادكم أمانة في إيديكم، حافظوا عليها وخلي بالكم. والولاد دول عايزين مصابيح يشوفوا فيها في الظلام الشديد الحالك اللي احنا بقينا فيه، وانتم نور العالم زي ما قالنا المسيح. محتاجين نكون نور في هذا العالم المظلم جدا، خاصة للأحداث الصغيرين وصغار النفوس. فصلوا واستعدوا وقفوا بمصابيح الإيمان والكلام في كل وقت لاستقبال العريس. ما تهملوش اللي متمسك أو اللي متسيطر عليه أي خطية، ياريت يتخلص منها الآن مهما كان. نقي نفسك، وأنا بقول الكلام ده ليا أول واحد. نعرف إن فيها خطايا كثيرة، على سبيل المثال عدم الصبر، وما بستحملش المخالفين للرأي من الإخوة الغير مسيحيين. ياريت كل واحد يحاول يشوف الضعف اللي فيه ويتخلص منه. ياريت أي حد مسيطر عليه أي شيء، خصام، حسد، الكره اللي زاد جدا واحنا شايفينه، كره ما بين ولاد ربنا بعضهم بعض. كلنا نتمسك بالرب يسوع المسيح، وكلنا نجمع مع المسيح، وكلنا نركز عن البعيدين من الإيمان والصغيرين وصغار النفوس، وما نلتفتش للخلافات ولا الخصام ولا الحسد ولا الشهوات. خلي بالك لو ما تمسكتش بالمسيح من الآن، قد يكون في المستقبل القريب بسبب الظلام الكتير، وانت لو نعست ونمت مش هتقدر تدخل مع العريس زي الخمس عذار الجاهلات. المسيح قال لنا الحاجات دي علشان واحد ما نخافش،
في زمن العالم ابتدى يزيد خوف قوي، لكن المؤمنين بربنا ما عندهمش هذا الخوف. أما خوفهم فلا تخافوه. وقاله لنا أيضا علشان نؤمن في زمن زاد جدا التشكيك في كل كلمة من كتاب ربنا، بل وصلوا لدرجة إن هما بيحاولوا يشككونا في وجود ربنا نفسه. وأيضا قال لنا الكلام ده قبل ما يحصل، عشان لما يحصل نستعد في زمن عارف قد إيه العالم هيكون بيحاول يشغلك جدا بوسائل مختلفة عن حياة الاستعداد واليقظة الروحية. عريسنا قرب، ولكن الشيطان عارف، وعارف إن ليه زمان يسير، عشان كده بيحاول يفقدنا سلامنا وما نالش الأكاليل. أنت في حرب، قبلت أو رفضت، أدركت أم لم تدرك، أنت في حرب بشعة روحية مع الشيطان. هتقف ولابس كل أسلحة الإيمان، ولا هتتساهل وتنام. فكر في ده كويس جدا، استعدوا. ربنا يحافظ عليكم يا رب. لكن في 150 ألف شخص بيموتوا في اليوم بيسلموا وضعيتهم، ربنا يديكم طولة العمر، لكن محدش فينا عارف إمتى هيكون قدام ربنا. المسيح قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع، والمجد لله دائما. ربنا يبارك حضراتكم ويحافظ عليكم.